ملاذها آمن ولكن بالها طويل. صار هلأ في إقبال جديد على شراء الفضة، في إقبال من الناس. كان الأسبوع الماضي سعر الكيلو تقريبا 695، اليوم سعر الكيلو 770 دينار. ولكن نحن بنعرف إنه الفضة ملاذها آمن ولكن بالها طويل، يعني بدك تنتظر عليها كثير حتى تشوف سعرها صار طالع زي الذهب. الفضة تشابه للذهب، نفس المصنع اللي بيشتغل فيه الذهب عم بيشتغل الفضة، نفس الموديلات نفس الشيء. فكنصيحة أنا للمستثمرين يستثمر كل الفضة، خاصة هلأ حاليا الكل مقبل على شراء الفضة. قبل 20 سنة أو قبل 28 سنة إنه زي هلأ كانت الأونصة 6 دولار، صارت الأونصة هلأ قديش الأونصة؟ الأونصة 30 واحد 30 32 وشو اسمه، معناها الفضة بتطلع زي الذهب، لسه الفضة رح تطلع أكتر من هيك. يعني ملاحظ إنه في الفترة الأخيرة الكل متجه على الفضة، يشتري كيلوات حسب كيلوات فضة، يعني بحسب الخبراء اللي صاروا يعطوا نصائح على السوشيال ميديا وهيك انه اشتروا فضة ممكن تربح لقدام بالكيلوات، مثلا من 750 حتصير 1000 دينار زي هيك. ارتفع سعر الذهب، قل الطلب عليه صحيح، بس لساتنا في انه هو الملاذ الآمن. الفضة أنا شخصياً لساتني مش مآمن في كملاذ آمن أني أخده بديل عن الذهب، لو أنه سعره أقل لساتني باخد القطعة الصغيرة من الذهب ولا باخد القطعة الكبيرة من الفضة.